السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي الحاجة لا سلامتك. الله يسلمك لالا. كي درتو في أمان الله؟ نحمده تعالى ونشكره. اللهم لك الحمد. سي الحاج عندي بزاف ما يتقال ولكن شهادة وحدة بغيت غير واحد الاستغفار وواحد الصلاة على النبي نقولها وصافي. الله أكبر، وهذه نعمة عظيمة ورزق سقاه الله إلينا. هي لالا أمري احنا محتاجين له. الله يطول عمرك لالا. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما نكرهه قولا وفعلا حاضرا وغائبا. اللهم إنا نستغفرك ما يا رب يا رب يا رب يا كريم. اللهم إنا نستغفرك لما قدمنا وأخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا ربي يا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه. يا رب اللهم يا رب. إنا نستغفرك لما أردنا به وجهك الكريم فخالطنا فيه ما ليس لك به رضا، ونستغفرك لما دعانا إليه الهوى من قبل فيما اشتبه علينا وهو عندك محرم، واستغفرك من النعم التي أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معاصيك. لا إله إلا الله. واستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجي منها أحد غيرك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجي منها إلا عفوك يا الله. يا رب يا كريم. استغفرك من كل يمين حنتنا فيه وهو عندك محرم ونحن مؤخذين، ونستغفرك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملناها وفي سواد الليل وبياض النهار وفي فلا وملا قولا وفعلا وأنت ناظر إلينا إذا كتمناه. لا إله إلا الله. وما أتيناه من العصيان يا كريم يا منان يا حليم، ونستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونستغفرك من كل فريضة وجبت علينا في أثناء الليل والنهار يا رب يا رب، وتركناها سهوا أو غفلة أو خطأ ونحن مسؤولين بها. ونستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتركناها سهوا أو غفلة أو خطأ أو تهاونا، فإنا نستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله أنت، لا إله إلا أنت يا رب العالمين، أنت ربنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك يا رب العالمين، أنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الطيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العالمين.
الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الزكي النقي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القريشي الهاشمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي العربي المكرم يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد أهل الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 يا رب آمين يا رب, آمين يا رب. أمين يا رب. أمين أمين. شكر الله لك للا أم رضا, شكر الله لك على هذه الاستغفارات وعلى هذه الصلوات على النبي المختار. أفضل ما يمكن أن يقوم به العبد من الذكر هو ما ذكرته الآن, الاستغفار. الاستغفار كان النبي الكريم يوصي به, كان يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكان النبي كان يستغفر 100 مرة, قال إني لا أستغفر الله تعالى أكثر من 100 مرة في اليوم. هذا الاستغفار عظيم, به ربيك يفرج الهموم. هنيئا لك هنيئا لك. نطلب الله يحفظنا أجمعين. لا نستغفر ونطلب الله يغفر لنا كل دير ذنوبه كل بحق. نطلب الله يغفر لنا ويتوفنا يا رب برحمته يا منافكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله يرحم اللي مات واللي حي مسكين. الله يكون معاه اللي مخصوص, الله يعطيه اللي مريض الله يشافيه, اللي معصوب الله يكون معاه, الله يفرج على الجميع. اللي عنده اللي بلي فوليدات الله يفرج عليه ويهديهم يا رب يا كريم. صحته الله يكون معاه, اللي مسكين معاه برزقه الله. نطلب الله يرحمه ويستر حتي يديه الله يستر. أمين يا رب يا كريم أمين. شكر الله لك أم رضا على هذه الدعوات الطيبات, هذه الاستغفارات تفتح باب السماء. لما يستغفر العبد ربه تفتح له باب السماء, ولما يتني بذلك على الصلاة على النبي المختار فإن الله تعالى يعطيه أسباب القبول, دعوته لا ترد. وإن شاء الله تعالى الدعوة ذكرتها لله أم رضا والناس كلهم محتاجين إليها في هذه الظرفية الصعبة. نحن الآن نمر بظرفية صعبة, العالم بأسره, الكوكب الأرضي بأسره, ونحن في مغربنا العزيز. ربنا عز وجل كتب لنا نصيب من هذا الابتلاء وهذه الشدائد, ما علينا إلا أن نصبر ونحتسب. وربنا سبحانه وتعالى قريبا سيرفع هذا البلاء ويرفع هذا الشقاء. وأفضل ما يمكن أن يفعله المؤمن هو ما ذكرته الآن يا أم رضا. كل واحد يشعر بأنه في وضعية صعبة, ماذا عليه أن يفعل قبل أن يستشير الطبيب وقبل أن عوض أن يتساءل عن الأسباب والمسببات ولماذا وقع كذا ولماذا حصل كذا؟ لا ينبغي أن تشغل نفسك بهذه الأمور, هذه تحصيل حاصل. كان الصالحون من أهل الله إذا وقع لهم مكروه أو شديد أو كروب ينشغلون أولا بالاستغفار. أول شيء يبدأون به الاستغفار, يقولون لعل الله تعالى قد ابتلانا مما ابتلى به الناس من ذنوبنا أو سيئات أعمالنا, أو أن الله يحب أن يرانا مستغفرين. وهو اللي قال في كتابه العزيز, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا الاستغفار نحن كلنا في أمس الحاجة إليه. وأنا أقول لأحباب الكرام, كل من كان مريض بمرض الكورونا أو يخاف من تأثير هذا الفيروس عليه أو يخشى الفقر أو عنده ديون أو عنده أي نوع من الأمراض والأسقام, ابدأ يومك بالاستغفار وانهي ليلك بالاستغفار وداوم على الاستغفار في اليقظة والنوم, في الذهاب والإياب, في القعود والجلوس, في الحركة والسكون. استغفر ربك كثيرا وسترى عجب العجب أن بالاستغفار يرفع الله البلاء ويستر العيوب ويدفع الشقاء
وبالاستغفار ربك عز وجل لا يكتب عليك إلا الخير. والأمر الثاني الذي ذكرته للا أم رضا وهو الصلاة على النبي المختار، إنها مفتاح الأرزاق، وإن أبواب السماء لتفتح، وإن الله يقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين، لأن الصلاة على النبي المختار هي من أحب الأشياء إلى ربنا، حتى إن الله جل جلاله في عليائه يصلي على هذا النبي هو والملائكة أجمعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أرشد أهل الأرض فقال يا أهل الأرض صلوا عليه وسلموا تسليما. متى اجتمع الاستغفار مع الصلاة على النبي المختار ترون العجب العجاب، وكأن الله تعالى أعطاك باب الاستجابة مفتوح. إن شاء الله تعالى سيزول هذا الألم وستزول هذه الشدائد والكروب، ولن يكون إلا الخير، ويكون معها الأجر والتواب، لأن الصابرين ربنا يجازيهم خير الجزاء. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب. وبالاستغفار والصلاة على النبي المختار ربك يعطيك من الأجر والتواب ما الله به عليم، حتى إن العبد لا يدخل الجنة فيجد جبال مثل جبال مكة وتهامة من الحسنات، فيقول ربنا عز وجل هذه لك، فيقول العبد يا ربي أنى لي بهذه كلها، فيقول الله تعالى ألم أبتليك في الدنيا وسلطت عليك الأمراض والأسقام والعلل والفقر، فاستغفرتني وتبت إلي وصبرت على كل بلاء من أجلي، يقول أي نعم يا رب، قال وهذا جزاؤك نميته لك كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير مثل الجبل. فكلنا رابح رغم ما نرى من هذه المشقة وهذا التعب وهذا المرض، لا يهم شيء، كلنا رابحون، لأن الله تعالى يتنزه في ملكه وأعطاؤه كثير ورزقه وفير. أسأل الله أن يحفظ الجميع. شكرا لك أم رضا من الدار البيضاء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.